مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في هذا الموجز الإخباري. أعلن الناطق باسم قوات حكومة الوفاق عقيد طيار محمد جنونو عن سيطرة القوات على كامل الحدود الإدارية للعاصمة طرابلس، يشار إلى أن قوات الوفاق قد تمكنت صباح اليوم من السيطرة على منطقتي عنزارة ووادي الربيع. إلى جميع المحطات، إلى كل أبطالنا في محاور القتال، نعلن في هذه اللحظات التاريخية تحرير العاصمة طرابلس بكامل حدودها الإدارية. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أعلن الناطق الرسمي لإحصائيات الحالة المدنية مالك مرسيط أن حصيلة القتلى المدنيين في الحرب على طرابلس قد بلغت 162 مدنياً، في حين وصل عدد الجرحى إلى 562. هذا وأشار مرسيط أن هذه الأرقام تم توثيقها من قبل فرق الرصد والمتابعة بمركز الطب الميداني والدعم منذ بداية الحرب على طرابلس وإلى غاية 2 يونيو الجاري. بلغ عدد الشهداء 162 شهيدا مدنيا، وعدد الجرحى 562 جريح مدني. هذه الإحصائية هي فقط التي تم توثيقها من قبل فريق الرصد والمتابعة التابع لمركز الطب الميداني والدعم. ننتقل الآن إلى الحديث عن آخر التطورات بخصوص فيروس كورونا، حيث أعلن الناطق الرسمي باسم مديرية الأمن بسبها حسين الناعم في تصريح لتبادل عن تشكيل غرفة مشتركة ستسهر على تنفيذ قرار غلق منافذ المدينة للحد من انتشار فيروس كورونا. وأشار الناعم إلى أن نسبة الامتثال للحظر في سبها بلغت 60%، يأتي هذا بعد استجابة أصحاب المحلات الكبرى لقرار الحظر منذ البداية، على عكس الباعة المتجولين الخارقين للقرار. إجراءات وقائية مشددة ونصائح صحية وضعتها الجهات الرسمية منذ فترة لتفادي تفشي فيروس كورونا. كاميرا تبادل تجولت في مدينة طرابلس للتعرف على مدى وعي المواطنين بسبل الوقاية من الفيروس. نتابع. طبعاً الابتعاد الاجتماعي، وبعد ارتداء الكمامات ولبس الجلافز، طبعاً احنا نقولوا لها الجوانتيات هم بالمصطلح الطبي، هذه أهم حاجة بس تقي نفسك من المرض. ضروري يكون عندك وعي اجتماعي. والله نلبس كمامة ونغسل يدي باستمرار ونبتعد عن الزحمة، ولازم نكون مسافة بيننا والشخص مسافة يكون متر ومتر ونص. ننصح الناس أن يغسلوا يديهم باستمرار يومي باستمرار، يبتعدوا عن الزحمة وكثرة المخالطات، ولازم يكون مسافة بينه والشخص حتى داخل المحل أو مخبز يكون مسافة، يكون بيناتهم مسافة يعني. والله هنا نطلع للشارع ولما نروح نغسل في ديا، قصدي نقعد نتاع جو 25 ثانية نغسل فيهم، بعدين قصدي نقعد بعد ما نغسلهم نديرهم في ديتول ننظم أموري. قصدي تو حتى قصدي لما نزيد نخش الحوش خلي في كندرة برا أو سبيدروي نخش ننظم أموري، نغسل يديا ونرجع كويس. هي غسل اليدين وخلع الأحذية قبل دخول المنزل، وديما الواحد يبعد يعني على مناطق الازدحام واللي ما فيهاش تاوية جيدة. ننصح الناس بالوقاية كويس، يعني ما يخلطوش بعض عن قرب في الأسواق بالذات في المناطق العامة، وإن شاء الله ربي يحفظ ليبيا. في سياق متصل، أنهت إدارة الموارد البشرية بوزارة صحة الوفاق المرحلة الأولى من برنامجها التدريبي حول سبل التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا وكيفية رصدها داخل المستشفيات، وذلك بتأهيل 293 عنصراً من العناصر الطبية. هذا وتهدف البرامج التدريبية التي جرى تنفيذها بالتعاون مع إدارة الطوارئ ومنظمة أطباء بلا حدود إلى تزويد الممارسين الصحيين بالمعرفة الكاملة حول متطلبات الحماية الشخصية من الفيروس. ناقشت وزارة العمل والتأهيل مقترح مشروع حول مخطط للمسح الإلكتروني لأصحاب الأنشطة الاقتصادية المتضررين من جائحة كورونا، هذا وسيتم إحالة هذا المقترح إلى المجلس الرئاسي. كما بحثت الوزارة المؤشرات والتقديرات الخاصة بالأنشطة الاقتصادية المتضررة ونسب العاملين الذين فقدوا وظائفهم جراء الجائحة. وقبل أن نختم هذا الموجز مشاهدينا الكرام، نترككم مع أسعار المواد الغذائية ومواد البناء وآخر أسعار صرف الدينار مقابل سلة من العملات.
بهذا نصل مشاهدينا الكرام إلى ختام هذا الموجز، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.